احمد ورؤيتك للشوط الاول ومين طيب. اللي على الدكه اللي كابتن حسام ممكن يستعين طيب خليني اقول لك الشوط الاولاني الاسيوطي خالف كل التوقعات وعلى ما يخالف كل التوقعات بتاعتنا ان احنا قلنا النادي الاهلي هو الافضل النادي الاهلي هو بيلعب بشكل صعب على اي فريق ان هو يقدر يواكب النادي الاهلي ولكن في جزئيتين يمكن الكرات الاسيوطي واقف بشكل كويس ومضيق المساحات يعني حتى النادي الاهلي وهو بيجي يدور يلاقي مساحات لا هم واقفين بشكل كويس واقفين جنب بعض بشكل كويس اما نيجي نبص دي كوره من الحاجات اللي هي القليله ولكن في ميزه عند الاسيوطي ان هو لما بيعرف يستحوذ على الكوره بيستحوذ عليها بشكل كويس عنده لعيبه بتعرف تقف على الكوره زي محمد عنتر زي سعيد مراد وكمان اللي قاله حسن المستجاوي ان شيكا كمان عنده ان هو بيقدر يكمل بشكل كويس دول يعني الثلاثه دول بالتحديد هم اللي بيصعبوا المهم على النادي الاهلي ان يقطع الكوره بسرعه في الكرات اللي النادي الاهلي دايما معودنا ان هو بيقطع الكوره في اسرع وقت ممكن هم دول الثلاثه اللي سببوا خطورات يعني لما تيجي تبص على الشوط بتاعت عمرو السوليه هو ضغط النادي الاهلي فجابها بسرعه ده الاوت اوف بوزيشن اللي اتكلم عليه كابتن زكريا اللي هو لما بتقطع الكوره في اسرع وقت ممكن اللعيبه بتكون خارج المركز بتاعها فبالتالي هنا النادي الاهلي قدر ان يستغل لما الكوره بتروح منه بيجيبها بسرعه ان هو يستحوذ على اهي دي كوره كانت ممكن تكون هدف دي كانت في بدايه الشوط بالظبط دي كانت في بدايه الشوط ولكن في بطء في النادي الاهلي في بطء في حركه النادي الاهلي يعني دايما النادي الاهلي فيه تغيير ما بين المراكز تلاقي دايما مؤمن زكريا مؤمن مع اجاي مع عبد الله السعيد في تغيير في المراكز ان هو بيسيبوا الاجنبي اللي احنا يمكن اتكلمنا عليها تشتغل لا ده مش موجود في بطء في التحرك مع النادي الاهلي مع زي ما قال الاستاذ حسن مستكاوي تحيه لعلي ماهر وفريق الاسيوطي ان هم اجبروا النادي الاهلي النادي الاهلي في الشوط الاولاني مش قادر يخترق ده هنشوفه بقى الشوط الثاني مين يقدر يغير الاداء ممكن يكون باكا او احمد الشيخ هم اللي يكون ليهم اولويه في الاختيار